لا هو شغل شلون هذا شغل ابو سلطان زين الله يعطيك العافيه ابو وليد شزين انا منكم اخذ حبيبه ها خذ حبيبات والله شلون هذا طبخة ابو وليد نعم الله يعطيك العافيه ابو وليد نعم حبه 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 بعين حال ابو وليد والله لا وين 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 خذ راكب اكله كثرت الماي بقول لكم بس ما بقيت اتلقى يلا يلا يعطيكم العافيه على هالزين هاك حبه حبه يقول كثر الماي ها طالع 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 حي حي كل ايه لا تقول لي حبه ما بحبه حبه ها الله يعطيكم العافيه الكبيره ما في لو جايب الكبيره حيل ما رضى اقول احنا فاكلها وين الكبيره هذا كيف انه مشي صنيع لا لا واحد وثري كبيرة وذي الصغار هذا مطار معالي دقيقة ما حطينا فيه ما شنو ما هنا مسافر ما راي ليه ما تبي ما تبي العالم ما نبي شيلوهم عن هذول اسحبهم قدام لا والله لباني هك شوف ريساته ها لباني اللي بيسوي مندي يسوي توي صغير ما يسوي كبير عجوز ترى يصير جلده كيفكم اللي بيسوي صغير حياكم الله شلون شو خساره الحطاط يعني لا لا عادي اللي بالصينيه عدل بطاطا بطاطس حركات طماط الله يعطيهم العافية بس هذا نص دباني كيس هذا الكلام ليش احنا لا على صنية قص هذه ليش احنا اللي قلنا صنية عرفت الكلام اقلب كذا وباسه